السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في محاضرة جديدة بعنوان Pre-Implant Infections and Treatment of Pre-Implant Lesions. طبعا هذا الموضوع من أكثر المواضيع عندنا في الدنتال إمبلانتولوجي، نتيجة لأنه مع تقدم الوقت صار في عندنا زيادة في Pre-Implant Infections نتيجة زيادة اعداد الدنتال امبلانتس اللي اتعملها بليسمنت، فبالتالي مع زياده العدد بيزيد عندنا الانفكشنز. في عندنا تو تايبس من الانفكشنز، بتتقسم ل بري امبلانت ميوكوزايتس وبري امبلانت بري امبلانتايتس. الميوكوزايتس من اسمها ريليتد للسوفت تيشو انفلاميشن وذاوت بون لوس، البري امبلانتايتس في بون لوس اكتر من 5 ملي بيكون موجود عندنا. طبعا لازم نعرف احنا الايتيولوجي اوف انفكشن ونعمل ديسكريبشن للكوزز للبري امبلانت انفكشنز. كمان لازم نعرف الميكروبياتا، الديفرنسز في الميكروبياتا في الهيلثي والديزيز بري امبلانت تيشو. كمان البيوفيلم كومبوزيشن والفورميشن كمان مهم كتير عندنا نعرفها. طبعا الكومباريزون بتوين البري امبلانتاتس والبريودونتال انفكشنز، وتاثير كل الكلام هذا يعني كلينيكال امبليكيشن، وفاينالي الانتي افكتيف انفكتيف تريتمنت لازم نعرفها وحنعرفها في هذا الشابتر. طبعا هذه محاضرة سلسلة من محاضرات البري امبلانت بري امبلانتايتس او بري امبلانت انفكشنز. مع الاسف الوقت والظروف الحرب راح تحول بانه احنا نكمل هاي السلسلة، لكن ان شاء الله انا في وقت لاحق في وقت اوسع راح اعوض لكم اياها، لكن هاي حتكون تعمل سمرايز لهذا التوبيك، لكن للأسف مش راح تغطي كل إشي. طبعا تو تايبس عندنا الاندوسيس بارت والترانس ميوكوزال بارت. طبعا الترانس ميوكوزال بارت هو المعرض لانه يحصل فيه كولونايزنج للباثوجينز. طبعا بيتكون عندنا البيليكل بالاول، اول شيء بيتكون عندنا البيليكل نفس البلاك فورميشن بس ايش هنا على التيتانيوم سيرفيس، وهي اللي بروفايد الريسبتورز وعشان تعمل ادهيجن للسيل سيرفيس لكل انواع البكتيريا اللي موجوده عندنا. في حاله التيتانيوم سيرفيس عندنا البيليكل بتحتوي على هاي موليكولار ويت، في التوث انامل بيليكل بتحتوي على لو موليكولار ويت ميوسينز. عشان الايكولوجيك انفايرومنت عندنا والبرنسبلز للسيكوانت للبايوفيلم فورميشن على الاسنان وعلى الدنتال امبلانتس هي ذا سيم. طبعا في عندنا الايرلي كولونايزرز زي السبتوكوكس سانجوينز واكتينومايسيس سبيشيز، هاي كلها بتبدا تتكون عندنا ايرلي كولونايزرز، وعن طريق الكواجريجيشن اكيد اخذتوها قبل هيك بيبدا يحصل communication connections between البكتيريا، فبيبدأ عنا يتكون عنا ال secondary أو late colonization زي ما انتم شايفين عنا في عنا ال implant surface وعنا ال acquired pellicle، وبعدها بيبدأ يتكون عنا ال early colonizers، بعدها بيبدأ عنا يتكون عنا ال late colonizers واللي هي بتحتوي على ال periodontal pathogens. طيب البيوفيلم بتكون من interacting organisms و glycolikes matrix و complex structures، هاي كلها مع الوقت بتبدأ تكون عنا community مستقر stable. هذا الكوميونيتي او هذا الدنتال بلاك هو بيقاوم الانفايرومنت و بيقاوم الهوست ديفنس. طبعا في عنا فاكتورز بتأثر على الكولونيزيشنز راح نشرحها بالتفصيل. الفاكتورز هي عبارة عن السيرفس كاركترستيكس للإمبلانت والأبوتمنت، اللوكال انفايرومنت تكون موجودة عنا والأورال مايكروبياتا، وعنا الديزاين والأكسسبيليتي أوف بروثيزيس والأورال هايجين. طبعا الجزئية الأولى النقطة الأولى هي السيرفس كاركترستيكس للإمبلانت وهي أكبر جزئية عنا،
في عنا امباكت على البايو فيلم فورميشنز، الكاركترستكس للسيرفس، الكيميكال كومبوزيشن، السيرفس فري انرجي والسيرفس رافنس كمان. كل ما زادت طبعا السيرفس رافنس بيزيد عنا الكولونايزيشن للبكتيريا. كلها هاي عندها امباكت على البايو فيلم فورميشن، وبتزود كل ما زادت الرافنس زي ما حكينا بيزيد عنا البكتيريال ادهيجن. الريسيرش عنا ايش بتقول؟ انه في بعض في الانفيترو سكانينج الكترون مايكروسكوب عملوا انفستيجيتنج للاتاتشمنت للاورال سبيسز على التيتانيوم ديسك على مختلف انواع من السيرفس كاركترستيك، وعملوا ديمونستريشن توصلوا انه زياده البكتيريا اتاتشمنت على السيرفس لما يكون رف. كمان في بعض الابحاث وصلوا وتوصلوا انه الهاير سيرفس انرجي اللي اكثر من 0.9 ميكرون بتزيد السيرفس فري انرجي، وهي بتعمل بروموت البايوفيلم فورميشن. طبعا كمان من ضمن الريسيرش فايندينج اللي هو الافكت اوف سيرفس فري انرجي على السوبرا والسب ميوكوزل، في بعض الابحاث عملوا انفستيجيشنز وعملوا كومباريزون بتوين البلاك فورم على الابارتمنت سواء في تيفلون كوتد او الان كوتد تيتانيومز، ولقوا انه التيفلون كوتد تيتانيوم ابارتمنت هي بتحتوي على اقل ماتيور بايوفيلم من الان كوتد تيتانيوم ابارتمنتس. كمان السيرفس رافنس هي بتأثر على البايوفيلم، كيف بتحمي من الشير فورسز وبتزود السيرفس اوف اديجن، وكمان بتصعب علينا انه نعمل كليننج للرف سيرفس لما نيجي نعمل تريتمنت للبري امبلانت تايتس. طبعا البايوفيلم فورميشن داينامكس عندنا كمان الانيشال هاير بكتيريا ادهيجن على الرف سيرفيس هي نفسها سيميلر للبايوفيلم فورميشن، البايوفيلم فوليوم على الاول سيرفيسز بعد ال 14 ساعه. الهاير سيرفيس رفنس كمان بتزيد البايو فيلم في السوبرا ميوكوزال اريا لكن مش في السب ميوكوزال اريا. كمان عندنا من ضمن السيرفس كاركترستكس هي الريستوراتيف ماتيريال، عندنا كثير انواع من الريستوراتيف ماتيريالز لها تاثير على البايوفيلم فورميشن، وعشان عندنا زياده في الديماند في احتياج للتوث كولرد ريستوريشنز طبعا الزيركونيا هي الموست كومون. فهم وجدوا في الابحاث انه الزيركونيا سيراميكس هي اقل شيء في تكون البايوفيلم على التيتانيوم سيرفس، لكن ما فيش اختلاف في البيريدونتال باثوجينز، لقوا البيريدونتال باثوجينز هي الموجودة على الزيركونيوم اوكسايد والتيتانيوم ابارتمنتس بعد نفس الاسابيع، بس بيختلف كمية البايوفيلم اللي متكون عنا. السيرفس رافنس تقسم لا سموث و مينيمال رف، مودريلتي رف ورف سيرفس. الرف امبلانت سيرفيسز هي اذا حصلهم اكسبوز للاورال انفايرومنت بتزود عنا نسبه او بتزود عنا البايوفيلم فورميشن، لكن البروبابلي بليست وانتجريت امبلانتس ما فيش عندهم ايفيدنس انه السيرفيس رفنس بتافكت الامبلانت انفكشن، عشان هم اوريدي انترا اوسياس، وما هي لانه properly placed و integrated implants ما فيش communication مع الاورال كافيتي، فبالتالي ما فيش biofilm formation. لكن لقوا اذا حصل exposure للimplant خصوصا التيتانيوم بلازما spread surface هاي بيكون more likely انه develop implantitis than minimally rough implant surface. هاي من ضمن الحاجات اللي لازم نقطة لازم ناخدها بعين الاعتبار اللي هو surface treatment اثناء اختيار الامبلانت. هاي بالنسبة للسيرفس كاركترستكس. في عنا اللوكال انفايرومنتس كمان النقطة الثانية اللي بتأثر على البايوفيلم فورميشن. طبعا الاورال هايجين هي مهمة كتير، اذا في انقطاع في الاورال هايجين بيبدأ يتكون عنا البلاك اكيوميليشن، لكن اذا وبتبدأ تبين عنا الساينز للبري امبلانت انفلاميشن بعد عدة ايام، لكن هاي اذا عملنا اورال هايجين من اول جديد بيحصلها ريزولفينج. طبعا
برضو البايوفيلم كومبوزيشن بيتاثر باللوكال انفايرمنت هاي وكمان الاكزيستنج تيث. الابحاث اثبتت انه الميكروبياتا اللي عملوها ايدنتيفيكيشن على داخل البيري امبلانت سالكس هي نفس الميكروبياتا اللي موجود داخل الاسنان المجاوره. وكمان الديبر بيريودونتال بوكس بيلاقوا فيها باثوجينز اكتر من الهيلثي او النون ديبر مش دي البيريودونتال بوكس الشالو بيريودونتال بوكيتس. طبعا في بعض الابحاث استخدموا البالسد فيل جيل الكتروفريسز وعملوا دي ان اي سيبريشن لبعض انواع الباثوجينز ويلاقوا انه الريزلتس عندنا ايدنتيكال بتوين الاسنان والدنتال امبلانتس. فالاسنان عندنا هي تعتبر من السورس اوف باثوجينز، هي البرايمري سورس للباثوجينز، وكمان عندنا السوفت تيشو سيرفيسز كمان تعتبر سورس اوف source of pathogens. لذلك الادنشلس patients لما اخذوا البايوفيلم سامبلز منهم من الدنشرز من الدورزال من اللاترال والفنترال سيرفيسز للتانجو فلور اوف ذا ماوث لقوا وعملوا دي ان اي هايبريدزيشن او سيبريشن عشان يعملوا انالايزنج للبروبورشنز ل 41 سبيسيز من الميكروبياتا. لقوا انه الميكروبيال كولونيزيشن ما فيش على ديفرنت سوفت تيشو وعلى السلايفا. لذلك حتى الادنشلس بيشنت عندنا بيكون في عندهم البريدونتال باثوجينز بتكون موجوده، فبالتالي لو كان عامل اكستراكشن لكل الاسنان هذا لا يعني انه مش هيكون عنده البريدونتال باثوجينز، فبالتالي نسبه الاصابه عنده لاحقا ممكن يحصل عنده بري امبلانت انفيكشنز. فايش هذا بيدي لنا انه ككلينيكال امبليكيشن لما نيجي نطبقه عملي انه الانتريتد بريدونتال ديزيز بتاثر على الاورال انفايرومنتس وبتشجع الكولونايزيشن للمايكرو اورجانيزم على الامبلانت سايتس. لذلك لازم نعمل ادريسنج للبريدونتال ديزيز مطلقه قبل ما نعمل امبليسمنت للامبلانت، والبيشنت اللي عندهم بروبر مينتنس للبريدونتال والبري امبلانت هيلث بيقلل اللي هو الباثوجينز وبيقلل عندنا الريسك باصابه في البري امبلانت انفيكشنز. طيب النقطه الثالثه اللي هي بتاثر على البايوفيلم اللي هي المينتنس كير. زي ما حكينا المينتنس البيشنتس اللي عندهم باد اورال هيجين بتكون عندهم نسبه الاصابه بالبري امبلانت انفيكشنز اعلى. في عندنا مهم انه يكون امبورتنس عندنا في البيشنت عنده جود كومبلينس. جود كومبلينس يعني البيشنت يكون عنده فول ماوث بلاك سكور اقل من 20%، يعني البيشنت البروفلاكسس او سبورت بريدونتال ثيرابي ويل مينتيننج فول ماوث، هاي بنحكي عنها جود كومبلينس، بتكون عنده اقل من 20%، فبالتالي بيعتبر جود كومبلينس بتقل الاصابه عنده في البري امبلانت انفيكشنز. طبعا احنا الهاير سكورز من البلاكس عم نعملها اسسمنت عن طريق الموديفايد بلاك اندكس، وهذا اكيد بتعرفوه. كمان الاكسسبيليتي مهم انه احنا نعمل ديزاين للبروثيزس يخلي عندنا قابليه انه نعمل الريجولار بايوفيلم ريموفال وعشان نعمل ايرلي انفيكشن ديتكشن للانفيكشن. كمان السمنتد بروثيزس كمان هاي من ضمن الحاجات اللي افكت الانفكشنز بير امبلانت انفكشنز. فهم لقوا في بعض الابحاث انه اللوتينج سمنت هو مسؤول عن 81% من الحالات وبيحصل ريزوليوشن في 74% من الحالات بعد ما نعمل ريموفينج لل لوتينج سمنت اكسسيف
سيمنز، هاي الفاكتورز اللي بتاثر على البايو فيلم والبري امبلانت انفكشن. هلا بدنا نيجي نعرف نفهم كمان جزئيه الميكروبياتا اللي بتكون موجوده في البري امبلانت ميوكوزال في حاله الهيلث وفي حاله الديزيز. في حاله الهيلث مهم انه نفهم النيتشر والكومبوزيشن للبايو فيلم عشان احنا نعمل نكون قادرين على انه نعمل افكتيف وبريفنتيف تريتمنت استراتيجيز. فالبايو فيلم بتكون على طول مينتس وبتحول لكومبلكس كوميونيتي خلال عدة أسابيع لأشهر، ونفس طبعا البلاك فورميشن للأسنان. هنا راح تشوفوا كمان بتوين الأسنان وبتوين الإمبلانتس كيف السيميلاريتي بتوين الميكروبياتا، ما فيش كتير عنا اختلاف في هذا البحث اللي اتعمل في 2006. كمان عندنا في هذه الصوره بنشوف كيف في زياده في الديتكشن للبيريدونتال باثوجين زي البيجين جيفاليس وتانريلا فورسيثيا اوفر تايم بعد ايش ما عملنا البليسمنت للامبلانتس في بارشلي طبعا الدينشولاس اريا. ليش؟ لانه في عنا احنا ايش اسمه في عنا للنان سبمرج طبعا امبلانتس. ليش؟ لانه احنا حكينا انه الاسنان هي بتكون سورس ل البيريدونتال باثوجينز. كمان الانفستيجيشنز للميكروبياتا عن طريق الدارك فيلد مايكروسكوبي والكالتشر اناليسز عملوا اكزامينيشن لسامبلز اخذوها من البري امبلانت سالكس في النيولي بليست امبلانتس في ايدينشولاس بيشنتس، لقوا انه في عندنا جرام بوزيتيف فاكولتيتيف كوكاي وهاي ليفلز من الاكتينومايسز ولو انيروبيك كاونتس لو ليفل جرام نيجاتيف انيروبيكس وفيزوبكتيريوم موتايل وكيرفيد وفيوزيفورم وسبايروكيس، كلها هاي لقوها في الايدينشولاس بيشنت. في كمان الايرلي فايندينجز انه البي جينجيفاليس في الايدينشولاس بيشنت ممكن تكون يحصلها في لما يلاقوها في الايدينشولاس بيشنت بتاكد عندنا البيريدونتال باثوجينز ممكن ما يحصلش لهم كولونايزنج على الدنتال امبلانتس، لكن لما بيعملوا تكنيكس واناليسز زياده بيلاقوا انه اللو ليفلز من البيريدونتال باثوجينز بيلاقوها كمان في الهيلثي بري امبلانت سايت. طبعا المايكروبياتا اللي فاوند في الهيلثي والبري امبلانت سالكس في الفولي ايدينشال سبجكت والبارشالي دنتيت سبجكتس بتكون كلها مشابهه لبعض زي ما انتم شايفين هنا. طيب ايش الكلينك امبليكيشن؟ الكلينك امبليكيشن عندنا انه يكون في عندنا جود اورال هايجين وستيبل بريدونتال كونديشن، ممكن انه يكون في عندنا سكسسفول تريتمنت اوت كم من غير ما يكون عندنا بري امبلانت انفكشن ديسبايت على الرغم من وجود البريدونتال باثوجينز. طيب المايكروبياتا في الهيلث هذه كانت، هلا المايكروبياتا اسوسييتد مع البري امبلانت انفكشنز. اغلب الستاديز ديستربت البايوفيلم وبلاقوا الكومبوزيشن سيميلر للكرونيك بيريدونتايتس مع ميكسد انيروبيك ودومينيتد باي جرام نيجاتيف بكتيريا. طبعا كمان لقوا رودس موجوده ييست وستافيلوكوكاي سبيشيز كمان لقوها عندنا. طبعا زي ما انتم عارفين في البيريدونتولوجي انتم في البكالوريوس اخذتوا الريد كومبلكسز عندنا هاي اللي هي بتصنف عندنا الميكروبياتا اللي موجوده عندنا، وزي ما انتم شايفين اللي هنا كل ما نروح بالاتجاه هذا بتزيد عندنا البيريدونتال باثوجينز لغايه لما نوصل لاكثر ثلاث انواع بيريدونتال باثوجينز. هذه بس تعرفوها هيك مش مطالبين فيها. طبعا الميكروبيال كوميونيتي الاسوسييتد مع الامبلانت ميكوزايتس هو نفس الميكروبيال كوميونيتي اللي موجود مع البري امبلانتايتس. السوبرا ميكوزال بلاك فورميشن والديفلوبمنت للبري امبلانت ميكوزايتس هو اللي بيكون مقدمه للبري
implantitis. هنا السيميلاريتي في الميكروبياتا زي ما انتم شايفين، هذه سمري لهذا البحث في الهيلثي وفي بتوين الهيلثي والميوكوزايتس والبري امبلانتايتس. بنلاقي طبعا هنا هذول الالوان بيعكسوا الريد كومبلكسز اللي هي في هذا السلايد. في سيميلاريتي للميكروبياتا كومبوزيشن، في لقوا انه تي فورسيثيا اللي هي من الريد كومبلكس بيلاقوها اعلى في البري امبلانتايتس، ولقوا اللور ليفلز من الاكتينومايسيس والكامبلوباكتر في البري امبلانتايتس. هذا الاختلاف البسيط لكن بشكل عام في سيميلاريتي. ما فيش طبعا عندنا اختلاف بين السوبرا والسب ميوكوزال بروفايلز في البري امبلانتايتس. الديبر بوكيت ممكن يكون فيها فقط هاير انيروبيك كاونتس ووجود للبي جينجيفاليس، لكن بشكل عام في تشابه فيهم. كمان لو في بعض الابحاث انه في عندنا فايرال اسوسيشن زي الهيومن سيتوميجالو فايروس والابستين بار فيروس، كلها بتكون في ايفيدنس انها بتكون موجوده مع البري امبلانت انفكشنز، وهذا بيؤدي عنا انه في بوسيبل ايتيولوجيك رول لللوكال اميونيتي سبريشن، هي اللي بتعمل اللاوينج للاوفر جروث للبيريدونتال باثوجينز. طيب مين هم البيشنتس اللي بيكونوا ات ريسك للبيريدونتال انفكشنز؟ البيشنتس اللي عندهم هيستوري اوف بيريدونتايتس بتزيد عندهم الريسك انه يحصل في عندهم بري امبلانت انفكشنز. السسبتيبيليتي للبايوفيلم انفكشنز في الامبلانت سايتس اذا البيريدونتال باثوجينز حصلها كولونايزيشن، والادفانسد بيريدونتايتس بيشنتس بيكون في عندهم بيرزيستنت للبيريدونتال باثوجينز. في هذا البحث اخذوا 10 بيشنت وعندهم ادفانسد بيريدونتايتس، عملوا اكستراكشن للاسنان، بعد 6 شهور عملوا بليسمنت للامبلانتس، وبعد 3 شهور عملوا البروثيزس طبعا من 3 ل 6 شهور. طبعا اخذوا البلاك سامبلز قبل ما يخلعوا وبعد سنه من الابارتمنت، وعملوا اناليزيشن بالكالتشرز والكوانتيتيف بي سي ار، لقوا عندنا في ريدكشن في التوتال بكتيريا كولونيز زي البيجن جيفاليس والتي فورثيسيا، وكمان لقوا عندنا الرابيد كولونيزيشن بري امبلانت سالكاس في هذول الانواع. فبالتالي البيشنتس اللي عندهم ريزيدوال بوكيت عندهم بروبيج ديبث اكتر او يساوي او اكتر من 6 ملي، عندهم هاير بريفالنس للبري امبلانتايتس، واحنا حكينا في السلايدات اللي فاتت كل ما زاد الديبر الديبنينج للبيريدونتال بوكيت كل ما زاد عندنا البيريدونتال باثوجينز. طبعا البيشنتس اللي عندهم اللي بيكونوا بيريدونتايتس سسبتبل وعندهم كمان كان عندهم بوكيتس اكبر او يساوي 5 ملي بعد البوست ثيرابي بعد ثيرابي ممكن يكون يتكون عندهم احتماليه يتكون عندهم او البري امبلانتايتس بري امبلانت انفكشن. طيب ايش المهم؟ مهم عندنا هنا المينتنس، كمان نرجع للنقطه الاولى المينتنس وبروفايدنج البريدونتال هيلث هو اللي بيقلل عندنا البري امبلانت انفكشن. الكلينيشن لازم يكون يدي صوره واضحه للبيشنت انه بيزيد عندنا الريسك في حاله ما يكون في عندنا ديكريزنج في الاورال هايجين. الدياجنوستيك انهانسمنت عندنا البوزيتيف دي ان اي تيست فور سبيسيفيك بكتيريا زي الاي اي والبي جينجيفاليس بي انترميديا وتيد انتيكولا بليدنج اون بروبينج لو حصل عندنا هذا بيكون عندنا بريدكشن للبري امبلانت بروجريشن زي البليدنج البليدنج ولو عملنا دي ان اي تيست لسبيسيفيك بكتيريا. الانتي افكتيف تريتمنت طبعا التريتمنت بروتوكولز احنا هنحكي بجزئيه سريعه لانه في المحاضرات الجايه راح نشرح التريتمنت بروتوكولز لانه في اغلب الكتب واغلب الابحاث مش هتلاقوا في بروتوكول معين للتريتمنت للبري امبلانت انفكشنز. التريتمنت بروتوكولز بيزد على البيريدونتال انفكشن مانجمنت برينسيبلز وايم لانه سبريشن نعمل سبريشن للتوتال بكتيريا لود
وهذا فوكس على الريديوسينج البريزنس اوف بيريدونتال باثوجينز. طبعا الستاديز والانفستيجيشن للميكروبيولوجيك اوتكمز هي انه احنا توصلوا انه الميكانيكال ديبرايدمنت مع او من with او without الادجنكتيف انتيسيبتكس والانتي مايكروبيز هو التريتمنت الرئيسي عندنا. الشورت تيرم جولز للاوتكمز انه يحصل في عنا ريدكشن في التوتال بكتيريال كاونت، الليفلز اوف بيريدونتال باثوجينز ديكريز في اول 3 اشهر بعد التريتمنت، لكن على اللونج تيرم لقوا انه بعد فتره ممكن ترجع عنا هاي الميكروبيا ليفل ترجع عنا للبيز لاين. طيب ايش هي التريتمنت عنا العريضه، الخطوط العريضه وليس التريتمنت؟ بنقدر نقول نون سيرجيكال ميكانيكال ثيرابي، نون سيرجيكال ميكانيكال ثيرابي وادجنكتيف انتي مايكروبيال ايجنتس، واخر شيء عندنا السيرجيكال اكسس اند امبلانت سيرفيس ديكونتامينيشن. راح نوصلها هاي نشرح لها النقطه الثالثه بالتفصيل في محاضرات لاحقه. النون سيرجيكال ميكانيكال ثيرابي هي بتكون افكتيف في حاله البري امبلانت ميوكوزايتس، لكن البري امبلانت سايتس بتكون ليميتد. بنستخدم تول زي التيتانيوم هاند انسترومنتس والالترا التراسونيك ديفايسز، وبيحصل فينا فيها ترانزينت تشينجز في الميكروبيال سبيشيز بشكل مؤقت، لكن ترجع للبيز لاين within 6 مانث. كمان alternative methods ممكن نستخدم الارياج ليزر او الاير ابريسيف بولشينج ديفايسز. في عنا هنا limited microbiologic way clinical improvements، لكن ابحاث كتير فيما يخص الليزر، في تضارب في فيما يخص استخدام الليزر والاير ابريسيف بولشينج، لكن بعض الابحاث بتقول انه لو تم استخدامه مع الاوبن سيرجري عشان في يكون في عنا اكسس ممكن يكون افكتيف اكتر من انه نعمل كلوز نون سيرجيكال ميكانيكال ثيرابي. يعني هي هنا مربط الفرس هو انه يكون في عنا اكسس للامبلانت سيرفيس. طبعا بما انه نون سيرجيكال ثيرابي فالاكسس بيكون صعب، انت بتشتغل في سب لينجوا سب جينجيفال، انت مش شايف وين انت بتعمل ديكونتامينيشن لكل، هل الليزر او هل الالترا سونيك بوينت هيدز وصلت لكل السيرفيس ولا مش لكل السيرفيس. لذلك اقترحوا انه نعمل ادجنكتيف انتي مايكروبيال ايجنتس مع ال نون سيرجيكال ديبرايدمنت. زي ما انتم شايفين في عنا احنا سكيلينج، بيكون احنا مش شايفين السيرفيس للامبلانتس، فهنا يعتبر هذا ليميتيشن رئيسي للميكانيكال ثيرابي، في احنا بندعمه بالادجنكتيف انتي مايكروبيال ايجنتس. هاي بتعمل انهانسمنت للتريتمنت اوتكمز. في بعض الابحاث لقوا انه في تاثير في تأثير على الميكروبياتا بعد الميكانيكال ديبرايدمنت واستخدام السيستميك انتي مايكروبيالز. الانتي افكتيف بروتوكول ميكانيكال ديبرايدمنت مع كلور هيكسيدين اريجيشن 100 ملي جرام ديلي اوردينازول ل 10 ايام، ممكن يعمل لنا ريدكشن في الانايروبيك مايكروبياتا والبوست تريتمنت مايكروبياتا مينلي جرام بوزيتيف فاكولتيتيف كوكاي بنسبة 95%. طبعا بيكون في كمان ابسنس لقوا للكي باثوجينز بعد 10 ايام، لكن بعد 12 شهر في ريدكشن في الباثوجينز وشيفتنج في الميكروبياتا كومبوزيشن. فبالتالي احنا مهم كتير نستخدم الانتي مايكروبيال ايجنتس مع اي نوع من انواع التريتمنت في البري امبلانت انفكشنز. بيحصل كمان عندنا نتيجه هذا الجمع ما بين النون سيرجيكال ثيرابي مع الانتي مايكروبيال ايجنتس، بيحصل في انك ريديوسينج في البليدنج والبروبينج والميكانيكال بوكيت ديبث.
السيرجيكال اكسس زي ما حكينا التشالنجز عندنا انه احنا ما بنقدرش نوصل للامبلانت سيرفيس، فاحنا بنعمل اكسس فلاب، فبالتالي بنقدر نشوف الليجون، بنقدر نعمل له ريموفال، وبنقدر نعمل له اكسبوجر ريموفال اكسبوجر ريموفال، وبعدين نبدا نعمل ديكونتامينيشن للامبلانت سيرفيس. طبعا في كتير حاجات بنستخدمها في الديكونتامينيشن، كيميكالز زي السيتريك اسيد، هيدروجين بيروكسيد، الليزر، نيدياج، سي او 2 والاير ياج، ميكانيكال ابروتشز زي الكربون فايبر تيتانيوم، بلاستيك كيوريتس، التراسونيك واير ابريسيف. كل هاي الحاجات بنستخدمها في الكلوز ميكانيكال ديبارتمنت، نستخدمها مع السيرجيكال اكسس ديكونتامينيشن، بيكون عندنا افكتيف اكتر. في حالة الليزر في عنا الفوتو دايناميك ثيرابي، بنستخدم الفوتو سنسيتيف داي زي التوليدين بلو اكتيفيتد باي دايود ليزر، وبيحصل في عنا ريدكشن في البكتيريال كاونتس. ما فيش عنا طبعا بارتيكولار امبلانت سيرفيس ديكونتامينيشن بروتوكول، ما فيش عنا بروتوكول للبري امبلانت فيكشن لحتى اللحظة، كله بيعتمد طبعا على الخبرة، بيعتمد على انه نعمل ميكانيكال ديبرايبمنت، ونعمل نستخدم انتي مايكروبيال ايجنت، وطبعا اهم من كل اشي هو البيشنت يكون في عنده جود اورال هايجين. طبعا في عنا البوست تشينجز في اللي في المايكروبيولوجيك والكلينيكال اوتكمز، بعد 3 شهور لقوا انه في 26 امبلانت في 9 بيشنت عملوا سيرجيكال اكسس وديبايبنت مع الانتي مايكروبيالز. بعد 5 سنوات في 7 امبلانت لوس، كونتينيود تو لوس بون في 4 امبلانت، في ريدكشن في البكتيريا البيريدونتال باثوجينز سبيشالي الاكتينوباسيلس اكتينوميسوتوميكوميتانس ستريبتوكوكس اورياس الانتريكرودز بي انترميديا بي البي جينجيفاليس، كلها لقوا فيها ريدكشن. فطبعا الاوبتيمال تريتمنت بروتوكول عشان نعمل سمري مش موجود، مهم كتير الانتي انفكتيف ابروتش للبايوفيلم كنترول في الهيلثي بري امبلانت تيشو، وطبعا اهم شيء عندنا البريفنتيف استراتيجيز. البريفنتيف استراتيجيز لازم نعمل ايدنتيفاينج للهاي ريسك انديفيدجوالز، تريتنج البريدونتاتس قبل ما نعمل امبليسمنت للامبلانت، مينتين الجود اورال هايجين مهم كتير، وانشور بروبر امبلانت سبورتد بروثيزس ديزاين عشان الجود اورال هايجين. طبعا افويدنج الاكسس ريستوراتيف سيمنت، واخر اشي بروفايدنج سبورتيف بريدونتال كير. الى هنا بتنتهي محاضرتنا في هذا الفصل، مع الأسف ما قدرناش نغطي المنهج كله اللي بدنا إياه لظروف أنتوا عارفينها في الحرب، ظروف صعبة جدا. نسأل الله أن ينهي هاي الحرب في أسرع وقت إن شاء الله، ويجمعنا في غزة في جمعتنا إن شاء الله، وأنا على استعداد أعوض لكم كل المحاضرات اللي ما قدرناش نشرحها إن شاء الله. نلتقي فيكم إن شاء الله في الفصل القادم، بالتوفيق إن شاء الله.